الأستاذ علي مقوص مشارك بلوحتين، لاحظنا وجود الأنثى بلوحاتك اثنيناتهم، فممكن تحكي لنا عن دور الأنثى اللي كانت ملهمة لهيدا الملتقى وملهمة للشعب السوري بشكل عام عبر تاريخها؟ هو المناخ مناخ اجتماعي باللوحة، وأقافي هي يعني الفتاة اللي يعني امتداد للحالة الأنثوية الاجتماعية، أن أقافي اللي سموا المهرجان باسمها ربما كان لها حضور باللوحة بكل الأعمال الفنية تبع الملتقى بشكل قادم، يعني هذا التأثير قادم من اللاوعي، من المخزون، من الذاكرة. أقافي والبحر، ودائما البحر يعني البحر له علاقة بالإنسان بشكل غير مباشر، له علاقة بالأنثى، له علاقة بالمجتمع. فالمناخ الاجتماعي البحري اللي اشتغلنا فيه بيفرض حضور للأنثى بشكل تلقائي. يعني ربما الألوان أيضا فيها البعد الأنثوي، مو بس الشكل، يعني ربما اللمسة اللونية فيها المناخ الأنثوي أيضا. هنا اعتمدنا بالملتقى على صيغة تفاعل الوجدانيات وتفاعل الأفكار وتفاعل أيضا الحالة الاجتماعية، فاشتغلنا من خلالها النفس، وبالتالي هو التكوين اللوحات اعتمد على البعد الأنثوي الاجتماعي. الفنانة خولة العبدالله مشاركة بلوحتين، حضرتك هي أول مشاركة لك باللاذقية، بتحكي لنا عن خصوصية هي المشاركة، شو كانت بتعني لك وشو كان هدفك منها؟ هاي المشاركة بالنسبة لي هي كتير مهمة، أنا أول مرة بشارك بملتقى وباللاذقية كمان. تعرفنا كتير على فنانين، في فنانين من اللاذقية ومن باقي المحافظات، استفدنا كتير من خبرات بعض، في عدة أعمار، في عدة أساليب، عدة مدارس فنية، فهذا الشيء أنا بالنسبة لي كتير بيعني لي وكتير عطاني شيء جديد وحلو. يعني هذا بشكل عام. يعني أستاذ حابين نسألك، شو أهمية التمسك بالتاريخ القديم لسوريا خصوصي بهيدي الفترة؟ والله الحقيقة يعني هذه الفترة هي مهمة جدا، والفنان أنا برأيي هو مقاتل كما الجندي، ولكن هو يقاتل في اللون والعناصر التي يستخدمها. أكثر الفنانين في هذه المرحلة يتمسكون بالتاريخ والأساطير تحديدا، هي محاولة أو وسيلة من أجل الدفاع عن هذا التراث الغني لسوريا. حتى في هذا الملتقى نلاحظ أغلب الفنانين يتمسكون في التراث، نرى أن العنصر لديه مستمد من التراث. مثلا لو أخذنا الفنانين لينا ديب، كل عناصرها من أغريت ومن الأساطير، كذلك هو الفنان كائد حيدر يأخذ ألف وألف ليلة وليلة فيعيد صياغتها بعناصر جديدة. الفنان علي مقوص كذلك في عناصره، ولو أنه نساء ولكن هو متمسك بالتاريخ بطريقة أو بأخرى. يعني العنصر الأوغريتي هو الفنان يطوره بأسلوبه. أنا في أعمالي قدمت عملين، هو صحيح في تجربة الغابة، ولكن هذه الغابة أنا رسمت سابقا الأسطورة ورسمت أوغريت، ولكن فيها تطوير لهذا العنصر وطريقة الغابة. يعني ممكن بطريقة أو بأخرى نرى تراث هذه المنطقة. طبعا الملتقى أهميته بالنسبة للفنان هو التعرف على تجارب الفنانين الآخرين، وهن بالتالي بيتعرفوا على تجربته، وخلق جو من النشاط الفني والعمل المتواصل، والجمهور طبعا المهتم بهالنشاط هذا ممكن يجي يشوف الفنان كيف بيكون عم يتم عمله وينجز عمله من أول بداية العمل حتى انتهاء العمل،
وممكن يشوف مجموعة من الفنانين كيف عم يقوموا بهذا الشيء. خصوصية هذا الملتقى بالنسبة لك هو جمع أسماء كتير مهمة على صعيد اللاذقية وسوريا بشكل عام. طبعا تعرفنا على ناس كنا بنسمع عنهم بالاسم يعني بس ما شايفينه وما شايفين شغلون، وطبعا هذا بيؤدي للتعرف على فنانين آخرين وتبادل الآراء والأفكار معهم وبشكل يخدم المصلحة الثقافية. فنانة لينا ديب مشاركة بثلاث لوحات اليوم، شو بتحكي لنا عن لوحاتك وشو بتحكي لنا عن أقافي الأسطورة اللي ربما لا زالت ملهمة بالنسبة للشعب اللاذقية وشعب سوريا، شو رأيك بالموضوع؟ أنا تناولت من لب الفكرة ولب الموضوع أنه أقافي، فرجعت لحضارتنا السورية وحاولت أربط بين القديم والحديث، يعني بين الحضارة وبين الواقع اللي أنا بستقي منه مفرداتي وعناصري. وكانت تكويناتي هي إذن من إرثنا الحضاري، معجونة باللي بتخدزنه ذاكرتي من مفردات، من إرث تاريخي حضاري ثقافي تربة وبيئي. فهالعناصر صغطة بقالب فني تشكيلي عبر منظومة جرافيكية، لأنه هذا النمط اللي أنا بشتغل عليه، الأسلوب الجرافيكي في العمل طبعا ما بيخلى من مفعم يعني بنفس الوقت بالإحساس التصويري. فصغت مفرداتي بشكل أنه تكون العناصر على فضاء اللوحة تعبر عن الفكرة وعن مخزون مخزون الذاكرة ومخزون التراث. أشكر حضور السيد دكتور وائل منصور مدير السياحة، الأستاذ مجد صاري مدير الثقافة، حضورهم بافتتاح هذا الملتقى بختامه اللي هو أنا بعتبره نتاج تعاون بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة اللي قدمت أعمال لمجموعة من الفنانين من محافظة اللاذقية ومحافظة وجميع المحافظات في سوريا. طبعا هذا الملتقى مثل ما الكل شاهد انه هو متنوع حتى بالاسلوب حتى بالطريقة العمل، وهي سوريا هي حاضرة دائما ومستمرة بفعل نشاط فنانيها اللي هن فنانين مهمين حتى اثبتوا حالهم بالفن العالمي. شكرا للجميع، شكرا لحضوركم، شكرا للفنانين زملائي اللي هن قدموا هذا النشاط بكل محبة وبكل اخلاص. دكتور وائل شو بتقول للفنانين اللي شاركوا بالملتقى؟
طبعا بحب أشكر الفنانين جميعا اللي شاركوا وأنتجوا الأعمال الرائعة على مدار أسبوع كامل من الجهد والمتابعة والروح اللي عكست كثير من حالات الواقع اللي عم نحكيه، إضافة لأنه عنوان الملتقى هو أجافي، الأسطورة المعروفة عن قصة مدينة اللاذقية الضاربة في التاريخ، أصل الأبجدية وأصل الفن. طبعا وثقوا في هذه الأعمال رسالة الإنسان السوري من هذه الأرض وارتباطه وإصراره على النصر وعلى إرادة الحياة، وهو ما عكسته لوحاتهم المتنوعة فيها تفاؤل بمستقبل سوريا، مستقبل النصر، وأيضا ارتباط في بعض المساحات اللونية بحالات اجتماعية شرحوا لنا أبعادها ووصفوها. ملتقى أجافي للتصوير الزيتي، هيدي أول سنة للتصوير الزيتي، قبل كان في ملتقى النحت على الخشب. ملتقى أجافي الثقافي الفني، هل هو صار ظاهرة وهل ممكن هي الظاهرة تتوسع بالسنة الجاية؟ شو أهمية رجع للتاريخ بوقتنا الحالي؟ طبعا ملتقى أجافي هو رافد من روافد نهر العطاء في سوريا. اليوم رأينا أعمال لمجموعة من الفنانين من اللاذقية ومن المحافظات الأخرى. يرتبط اسم أجافي باسم الفتاة الحسناء التي قدمت قربانا. العودة للتاريخ نثبت للعالم أجمع بأننا نحن أبناء هذه الأرض، هنا نبتت جذورنا وهنا سنبقى وهنا سنموت. ملتقى أجافي يتجدد دائما في كل مرة بثوب جديد، كان نحت على الخشب، اليوم تصوير زيتي، وغدا نحت على الحجر بإذن الله. طبعا هذه الملتقيات هي مستمرة هذا العام وكل عام إن شاء الله. كيف قدرتوا تجمعوا هذول الفنانين؟ أجافي هي للمرة الأولى بالتصوير الزيتي طبعا هو هذا الملتقى التصوير الزيتي أجافي هو بالتعاون بين وزارة الثقافة وبين وزارة السياحة، وطبعا هذا التعاون أثمر عن دعوة 10 فنانين من جميع المحافظات السورية وبأعمار مختلفة وبأساليب مختلفة. الفنانين هن مجموعة 6 فنانين من مدينة اللاذقية، في 4 فنانين من محافظات سورية، يعني طبعا كل فنان قدم هويته، قدم بصمته بالأعمال، قدم لوحتين، كل لوحة بتعبر عن طريقته بالتعبير بأسلوبه هو. لا شك أنه أثر في الوضع الراهن، وكل فنان قدم رؤيته لهذا الوضع اللي بتمر في سوريا بطريقة مختلفة عن الآخر، لكن كله بيصب باتجاه واحد، هو حب سوريا وأنه سوريا تعود متألقة دائما كما كانت في السابق منذ آلاف السنين. الفن في سوريا فن من أقدم الفنون في العالم، والفنان السوري أثبت حضوره بالساحة العالمية والمحلية. طبعا أغافي جسدوها الفنانين طبعا برؤيتهم، يعني مو بالضرورة أنه أخذوا الأسطورة بحذافيرها وطبقوها باللوحة، لكن هي نوع من الرمز، برمزية اللوحة، برمزية الأشياء اللي شكلوها بهاي اللوحات، هي أغافي. أغافي الأسطورة وأغافي الحاضر، ودائما هناك أغافي في سوريا.